السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم بقناة 3D City. النهاردة مش زي كل مرة، النهاردة هنسجل الصوت. طب هنسجل الصوت ازاي وهنعمل ايه؟ أولا أنا زي ما انتم شايفين كده، أنا بسجل دلوقتي ده برنامج كامتازيا. أنا هنا بشتغل على شاشتين، بس التسجيل اللي على الشاشة بسجل على شاشة واحدة. البرنامج هنا محدد ان انا بتكلم من المايك دلوقتي، لو انا بتكلم كده ده صوت المايك في ايدي اهوت، هتلاقي الصوت طالع عالي جدا وكويس. والصوت اللي طالع دلوقتي من الميكروفون بتاع الموبايل هتلاقوه دلوقتي هو اللي شغال بالشكل ده. انا بوصل ووصل عن طريق الكاميرا. طب هعمل حاشبوك كده واجي عايز اسجل القصة بتاعتنا. هنا بسجل الصوت اللي هو على البرنامج نفسه. طب هشوف كده لو هو هينفع ان انا افتح برنامج التسجيل بتاعي. البرنامج اللي انا بشتغل بيه على الكمبيوتر هو برنامج اوديو اديشن، وفي برامج تانية خاصة بالتسجيل، في منها برامج مجانية وفي برامج بتشتريها زي برنامج، او هو ما عادش في ادوب حاجه اسمها ان انت بتشتري برنامج، فيه ان انت بتأجر البرامج لمده سنه او اكتر حسب ما انت بتشتري منها. هنزل ده كده وهفتح فايل جديد واقول له انا نيو اوديو، وهقول له مثلا ده الملف. طب الملف ده ايه؟ طبعا بيفيدني ان انا بشتغل على شاشتين، ان بقدر افتح حاجة هنا واشتغل على حاجة هنا، فبيبقى اسهل معايا. لو انا جيت كده ده زي ما انتم شايفين هنا كده الصورة، ده اللي انا هاخد منه القصة بتاعتنا، هجيبها في الشاشة التانية وهاجي كده واقول له مثلا ايه. هنجيب أول حاجة جحا وثروة من الذهب، هقول مثلا جحا وأقول له أوكي. هنا لما باجي أسجل الصوت في إمكانية في البرنامج دوت إن أنا أقدر أعدل في الصوت، أشيل حاجة ديفوهات، أقطع أظبط، وبعد كده بطلع المقطع اللي أنا عايزه. طيب هجرب كده إن هو هيسجل ولا لأ ونشوف. بسم الله. جحا وثروة من الذهب، طبعا انا كده غلط. جحا وثروة من ذهب، جحا وثروة من ذهب، جحا وثروة من ذهب. انا سجلت دلوقتي اكتر من مقطع، ونيجي كده واشغل اللي انا عملته. جحا وثروة من ذهب، ما كده غلط. جحا وثروة من ذهب، جحا وثروة من ذهب، جحا وثروة من ذهب. أنا سجلت دلوقتي تمام كده زي ما انتوا شفتوا، ده كده اللي هو الجزء. لو جينا شغلنا كده جحا وثروة من ذهب، حلو قوي. ده اللي انا محتاجه دلوقتي، مش محتاج اكتر من كده. هقوم احدد كده سيلكت واقوم رايح هنا في فايل واقول له سيف سيلكشن از، يعني اللي انا عامل له سيلكشن هو ده اللي هيطلع معايا. هقول له سيف سيلكشن از. طب قبل ما سيف هنا انا عايز يبقى الترتيب بتاعي، يعني انا ابتديت ان الترتيب بتاعي يبقى بالشكل ده. اول جمله عندنا اللي هي جحا وثروته من الذهب، من ذهب ديت اللي هي اول كلمه. يبقى انا قبل ما اسجل هقول له هنا خد دقات 001، وبعدين بحيث ان انا بسيف يبقى بالشكل ده واقول له اوكي. في الغالب احنا هنختار MP3 مش ويف، MP3، واقول له اوكي. فكده هو سيف معايا. هنروح كده هلاقي ده اول ملف معايا،
طيب تعالوا كده ايه، هنسجل واحد جديد. التاني هيبقى ايه؟ شاع في المدينة. هنكتب شاع واقول له اوكي، واسجل بقى ايه المقطع ده على بعضه. شاع في المدينة أن الحاكم طماع يحب جمع الذهب والجواهر، وعرف الحاكم أن جحا هو صاحب وعرف الحاكم أن جحا هو صاحب الإشاعة، فهدد بالانتقام من جحا. ممكن أسجلها تاني. شاع في المدينة أن الحاكم طماع يحب جمع الذهب والجواهر، وعرف الحاكم أن جحا هو صاحب الإشاعة، فهدد بالانتقام من جحا. حاسس إن أنا محتاج أظبط الأداء أكتر. شاع في المدينة أن الحاكم طماع يحب جمع الذهب والجواهر، وعرف الحاكم أن جحا هو صاحب الإشاعة، فهدد بالانتقام من جحا. كده انا سجلت، انا شايف ان مثلا اخر مقطع هو ده اللي انا عايزه، هحدده كده واقول له كنترول شيفت اس، ده الاختصار بتاع سيف سيلكشن از، اهي كنترول الت اس، هقول له كنترول الت اس مش كنترول شيفت اس. هاخد ده كات واقول له 002 عشان يبقى ترتيبهم ورا بعض. كده انا خلصت دي حاجة. أقول له طيب عايز واحدة جديدة، هنقول له 003 بقى من هنا. جلس جحا في داره. مش شرط إن أنا أكتب كل اللي أنا هقوله. جلس جحا في داره يفكر، إنه يريد الخلاص من الورطة التي أوقع نفسه فيها، لا نفسه، إنه يريد الخلاص من الورطة التي أوقع من الورطة. لا أنا كده مش عاجبني، ممكن أمسح كده خالص وأسجل تاني. جلس جحا في داره يفكر، إنه يريد الخلاص من الورطة التي أوقع نفسه فيها، وفكر في حيلة وفكر في حيلة ثم نهض ذاهبا إلى قصر الحاكم. كده بقى إيه؟ جلس جحا كده أنا هعدل بقى بشكل مختلف عن اللي فات. في داره يفكر، إنه يريد الخلاص من الورطة التي أوقع نفسه فيها، وفكر في حيلة. معذرة بيحصل عندي مشكلة اليومين دول في الجهاز، هقفل الجهاز وأعيد تاني. أهم حاجة تمام زي ما انتم شايفين كده، إن في الجزء ده أنا هشيله، لأن أنا مثلا هاجي هنا وفكر في حيلتي ثم نهض وذهب. يعني أنا هنا مثلا، دي هنا من هنا لغاية جلس جحا في داره يفكر، إنه يريد الخلاص من الورطة التي أوقع نفسه فيها، وفكر في حيلة ثم نهض وذهب. فكر في حيلة، يبقى أنا كده من هنا لغاية هنا هدوس على ديليت، كده أنا قطعت جزء من الصوت. فكر في حيلة ثم نهض ذاهبا إلى قصر الحاكم. كده تمام، أنا كده خلصت الجزء ده على بعضه. ممكن اعمل سيف از مباشرة، مش عامل سيلكشن، فهو هيسيف المقطع على بعضه، انا مجهزه تمام. هقول له سيف از وهختار من هنا، هقول له انا عايز اسيف ام بي 3، هقول له اوكي. كده هو سيف المقطع بتاعي. طيب تعالوا كده للي بعدها.
كده انا هبتدي اسجل جديد، هقول له ريك. فوجئ الحاكم بجحا. انا المفروض جحا يبقى اقول جحا على طول. فوجئ الحاكم بجحا يدخل القصر، يدخل القصر. فوجئ الحاكم بجحا يدخل قصره ويقدم له فروض الولاء والطاعة. كده تمام. اجي بقى من هنا اشوف. فوجئ الحاكم بجحا يدخل القصر. فوجئ الحاكم بجحا يدخل قصره ويقدم له فروض الولاء والطاعة. تمام، ممكن اقوم ماسك كده دي اقول له ديليت. هنا بقى هتبقى الشخصية نفسها بتتكلم مش الراوي اللي بيتكلم، فالمفروض بيبقى فيه تون تاني أو حد تاني مكاني هو اللي بيسجل الصوت ده. فهنقول ده مثلا ده هيبقى خاص بجحا، يبقى هنقول لا في كلمة قال جحا. لو الراوي لسه ممكن نجيبه وهو بيقول كلمة قال جحا، أو نجيب جحا وهو بيتكلم مباشرة. فهنقول إن لسه الراوي بيتكلم إن هو هنقول 005 قال جحا. عايزين نقول له اوكي. تمام، وهقول قال جحا كده. تمام، قال جحا. نشيل الحته الاولانيه دي ديليت، نقول له سيف. عايزين ام 3، وانا عامل الرقم على طول مش شرط اعمل براوز بقى خلاص. طيب بعد كده عندنا جحا بقى نفسه هو اللي هيتكلم. كنت اود القدوم اليك في وقت مبكر. كنت اود القدوم اليك في وقت مبكر لألقى عقابي، لكنني مشغول بالعشرة آلاف دنانير. لكنني مشغول بالعشرة آلاف دينار. لقد حصلت عليها صدفة. كده نبتدي بقى نشوف. كنت أود القدوم إليك في وقت مبكر. كنت أود القدوم إليك في وقت مبكر لألقى عقابي. طيب احنا كده الجزء ده كده ديليت. لألقى عقابي، لكنني مشغول بالعشرة آلاف دنانير. لكنني مشغول. يبقى انا كده من هنا لازم دايما برضو اسيب مسافة. عقابي، لكنني مشغول بالعشرة آلاف دينار. لقد حصلت عليها صدفة. طيب احنا كده من هنا لهنا ديليت. كده انا خلصت المقطع ده. طبعا هي القصة صغيرة وبسيطة. هنقول هنا نعمل فولدر جديد. تمام، هاجي اسجل تاني. هنقول هنا بقى الراوي بيتكلم تاني. فزال الغضب عن حاكم المدينة وسأل جحا. كده تمام، انا مسجلها مفيش اي مشكلة. فزال الغضب عن حاكم المدينة وسأل جحا. طبعا احنا لما بسجل دلوقتي احيانا بيبقى فيه جزئية في الصوت بتبقى يعني بتبقى واطية شوية، في حتة عايز تعلى شوية. الكلام ده بنظبطه في المونتاج، ان انا بظبط التون بتاع الصوت والكلام ده، او احيانا بجمع الصوت كله وابتدي اظبط هنا شوية اعلي هنا شوية. في حتة الصوت كان فيه دوشة، في صوت تكييف. هو ميزة بس المايك ده ان هو بيكنسل النويز شوية، مش طبعا اللي هو بيعزل الصوت قوي، لا هو بيعزل شوية البيئة اللي حواليك
بقدر معين، بالذات التكييف والكلام ده، فهتحس ان الصوت طالع ما فيهوش اي نويز خالص. هقول له سيف MP3. هنروح بقى هنا، ده اللي هي الجزئية بتاعة الراوي. لكن من أين حصلت يا جحا على لكن من أين حصلت يا جحا على الأموال؟ لكن من أين حصلت يا جحا على الأموال؟ نقطع مثلا دول كده، هقول له سيف اس، ممكن كنترول شيفت اس هنا بسيف مباشرة. السليكشن بيبقى كنترول الت اس، يعني هنا كنترول شيفت اس بسيف سيف اس، كنترول الت اس بسيف السليكشن. هنقول له هنا MP3 وهنعمل فولدر كتير جديد على الحاجة. طبعا انتوا شايفين الموضوع ممكن بيبقى طويل شوية والكلام ده، بس لما بتيجي تشتغل الموضوع لا، لان يعني انت مش انت اللي بتسجل كل حاجة، انت بيبقى في فريق عندك كل واحد سجل، وبتجمع بقى وتشتغل على اللي هم سجلوه وهكذا. زي ما انتوا شايفين احنا بنسجل الصوت لغاية ما نخلص القصة، كل جزئية بتاعت شخصية بنحطها في فولدر لوحده، وكل صوت خاص بالراوي وخاص بكل شخصية بنبقى مقسمينها. أحيانا بخليهم كلهم في مكان واحد، بس بعمل الترتيب ورا بعضه، بس عشان ما يتوهنيش إن أنا عارف إن أنا لما باجي أعمل الشخصيات الكرتون ببقى عايز كل شخصية أحط لها الترتيب بتاعها، فبجيب القصة بتاعتي هي دي زي ما أنتم شايفين كده، القصة بتاعتي هي الـ ببقى بحطها قدامي وانا بشتغل في القصة بتاعتي، يعني وانا بشتغل التحريك في الشخصيات والكرتون بتاعي، ببقى بشوف هنا المشاهد ترتيب الصوت او ترتيب الكلام ايه، وده اللي هو السيناريو بمشي على اساسه، وكمان الصوت اللي احنا سجلناه ده باخد منه التايم على الصوت. المرة الجاية ان شاء الله في الفيديو الجاي هنحط التايم بتاع كل صوت على المشهد اللي بيتعمل، يعني احنا دلوقتي كنا بنشتغل في ستوري بورد، الكادر ده او المشهد ده بياخد قد ايه تايم، فبقول مثلا بناء على الصوت اللي اتسجل في كذا. في احيانا لا، احنا بنحط مثلا خلفيه موسيقى جايبين كده طائر والسما والكلام ده، فده ما فيهوش مثلا كلام، فبنقول مثلا هنحط زمن افتراضي وليكن مثلا ثانيه مثلا او ثانيتين. وعلى فكره الثواني في الفيديو حاجة كبيرة مش حاجة صغيرة، احنا بنشتغل بأجزاء من الثانية كمان، فكل ده بيبقى بيجمل معانا حسب ما بمشي القصة قدامي السيناريو وموجود الصوت وعندي الستوري بورد، بقدر اشتغل بمنتهى الأريحية وانا بعمل القصة. تخيل بقى لو كل اللي احنا كنا بنعمله ده مش موجود تماما، هنعمل ايه ساعتها؟ هيبقى فيه لخبطة وعك وبهذلة، وهناخد وقت كبير جدا عشان اطلع حاجة، ومش هتطلع احترافية، هتطلع فيها مشاكل. طبعا انا شغال كده كده يعتبر، وانا بوريكم الكلام ده بشتغل لوحدي، مش هيبقى زي ما يكون تيم كل واحد بيعمل جزئية، حتى تسجيل الصوت لازم بيبقى ناس متخصصة في تسجيل الصوت. انا بالنسبة لي مش متخصص، انا من كتر ما بشتغل بس ببقى عارف الدنيا ماشية ازاي، لكن ده مش تخصصي اصلا، مش تخصصي ان انا اسجل الصوت. احيانا بعمل بعض الاعمال بس مش ده تخصصي، الناس المتخصصة في كل شيء ده الافضل. فان شاء الله الناس اللي هتتعلم معانا ان شاء الله، وهتبين شغل وتورينا ان شاء الله شغل، وان شاء الله هيبقى في مسابقات للموضوع ده، هنعمل مسابقات في القناة بعد ما نخلص. المسابقات دي خاصة بالناس اللي اتعلمت وتورينا اعمالهم عاملة ازاي، وبناء على كده هيشتغلوا معانا وهيبقى ليهم ان شاء الله يعني اسم كبير في المستقبل،
وربنا يوفقنا جميعا إن شاء الله لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله.